السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نداء الأهل نابل، ناس نابل، متساكني نابل، نداء للقلوب الرحيمة. بربي نتجندوا الناس الكل، هاوكا شفتوها تصويرة الكلب، هاوكا شفتوا السماء اللي على صدره. راهي المشكلة ماهيش في الكلب، الكلب النجم نتشارك وناس الكونية الكل ناخذوا لهم أغلى كلب وأعز كلب، خالتهم مش مخصتهم ومماتهم مش مخصتهم، راهي تاخذ لهم أعز كلب وأغلى كلب. المشكلة الوحيدة فك النفسية متاع الأطفال، راهي ميمتهم قبل ما تتوفى آخر حاجة هديتها لهم أكل كلب ذاك، راهم يعيشوا في دار العيلة عند الجدة وعند الخالة، يعني لابو لميمة، يعني رؤفا بقلوبهم، بجاه ربي رؤفا بمشاعرهم وقلوبهم. باي يلي هزيته يا خويا، قول لقيته، قول هاني لقيته، ما يسالش، رجعهم لهم. خالتهم تحكي لي اليوم، قالت لي راهو هارون، انا نقول له بالك شي خرج الصباح وما ريتوش، وقال لها لا، جا باسني ومشى حذا ماما هزته، يعني امي هدت لي هديه وبعد هزته، صغير ما يفهمش. اخته قالت لك ليله كامله وهي تبكي، ليله كامله، خاطر يقعد معاهم في الدار ويرقد معاهم في الفرش، عباره واحد من العيله اخر حاجه هدتها لهم امهم. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انا وكافل اليتيم كهاتين الاصبعين في الجنه، المسحه على راس اليتيم حسنه، فما بالك نتجندوا الكل ونفرحوهم ونرجعوا لهم الكلب. يلي هزيته، ممكن كان ترجع الكلب ذاك ربي يحلك ابواب السماوات السبع، واطلب وتدلل وتمنى خاطرك فرحتك الليتان. ويقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ربي جل جلاله تعددت صفاته، شنو يقول؟ يقول واما اليتيم فلا تقهر، واما السائل فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحدث، صدق الحق. راهم ايتام، رايك الوجيعه هذيك اللي تو موجوعينها، راهم ما تصورش باش تتكلف لك، بغناك ترجع ترجع ترجعك الكلب هذاك ونيتك صافيه، تفرحهم. والله ربي ما يتوب عليك ويا ما ينوب عليك، والله العظيم بجاه ربي نتجندوا الناس الكل. اي كلب اكحل يا خويا هاو التصويره بارتاجيو، اي كلب اكحل نثبتوا فيه، حتى اللي هزيت واللي هزيت جيبوا قول لقيت، قول هاني لقيت، والله نفرحوا بيك، والله العظيم حومه كامله ياما نفرحوا بيك، وقسما بالله. بقداش باش تبيع؟ بقداش؟ ب 100 ب 200 ب 300 بقداش باش يجيب سومو هذاك؟ ايجا يا خويا قول محتاج وما خليوكش. علاش ايتامك هيك؟ علاش؟ علاش القهر؟ واني قلت لكم راهي المشكله ماهيش في الكلب، الكلب نجيبوا لهم حاشاكم قداش من كلب، المشكله اخر هديه من المرحومه ميمتهم وراجعين يقراوا، كيفاش باش يرجعوا نفسيتهم كيفاش باش ترجع؟ لذا انا معامل على اهل نابل من دار شعبان العفرت للزباسه للربط للكونيه للحواش البير الغول البير شلوف لسيدي عاشور لوين تتصوروا، حتى للمرازقه الغادي، راني معامل عليكم باش تتجندوا. وبجاه ربي حتى اللي هزوا كان لقيتوه في يديه لا تعملوا له شيء، قولوا له هاتش نرجعوه لمولاه. ومعامل عليكم مره اخرى، معامل عليكم بارتاجيو، خلينا نرجعوا هالكليب نتاع ليتام. واخر مره باش نقولها، راهو اخر هديه من ميمتهم قبل ما تتوفى، الله يرحمها وينعمها، راهم لابو لميمة، راهم عايشين ما بين الجدة والخالة. لذا نتجندوا الناس الكل، بجاه ربي نتجندوا، بحبيبكم محمد نتجندوا، خلينا نرجعوا الكلب نتاع الصغيرات ليتام.